أطلق محافظ بورسعيد عادل الغضبان إشارة بدء رالي للتزلج بالعجلات في نسخته الأولى في أكبر مضمار مفتوح بالشارع الرئيسي بطول 4 كيلومترات تقريبا. يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال الموسم السياحي الصيفي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد. وخلال كلمته أشاد المحافظ بالقائمين على تنظيم تلك الفعالية الرياضية والسياحية، وأضاف أن بورسعيد على الدوام جاهزة لتنظيم الفعاليات والمناسبات التي تعمل على عودة المحافظة إلى مكانتها السياحية. التجمع دوت دي اول مره تحصل، تجمع كبير دوت في مدينه بورسعيد. عندنا كل المحافظات بتلعب سكيت، عايزين بس مكان يبقى كويس لينا عشان ما نمشيش جنب العربيات ونتخبط، وبرضو يعني ايه نحافظ على العربيات ونحافظ على الناس اللي احنا بنسكيت معاهم وكده. ويعني التجمع حلو قوي والمنظمين منظمين كويس جدا. رياضه السكيت انتشرت جدا في مصر في اخر الفتره ديت، هي رياضه ممتعه جدا. نتمنى ان يبقى فيه في الطرق مكان للسكيت زي اللي هو جنب العربيات زي بلاد اوروبا وكده والحاجات دي، عشان خاطر برضه ما نعرضش نفسنا للخطر او حاجه زي كده. كل جمعه بيبقى في ماراثون بنقفل الشوارع الناس تقدر تمارس فيها السكيت. مبسوط جدا ان حد يهتم بالسكيت في مصر كلها. احنا كان زمان كنا عددنا قليل بس دلوقتي حزننا قوي، ومبسوط جدا ان الناس مهتمه بالسكيت وبقى في تجمعات واول ماراثون يحصل في بورسعيد. فرحان جدا والله. جايين هنا بورسعيد اكبر ماراثون في مصر، الحمد لله يا رب يكون حلو.